أهلا وسهلا بحضراتكم أصدقائي وأحبائي الناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. أقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديو. موضوعنا النهاردة هو تأثير الروح على الجسد. هل الروح عندما ينضم إلى الجسد، هل الجسد اللي بيسيطر على الروح ولا الروح اللي بيسيطر على الجسد؟ وإيه الفرق بين الاتنين؟ يعني ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، وعن الحرية وعن السجن في الجسد يعني، وليه ناس بتتولد بعاهات معينة. ماشي، فده موضوعنا النهاردة. ماشي، في أصدقاء بيسألوا الآتي: طب إيه دليلك على الكلام اللي أنت بتقوله وهكذا؟ البرنامج نفسه اسمه رحلة البحث، فأنا يعني ممكن أقول لك إثباتات، وأنا عملت بحث في كذا ولقيت كذا، ورحت المركز الروحاني وكلموني ولقيت كذا، وحضرت جلسات كذا. كل الكلام ده حضرتك ممكن تحت بند صادق او لا تصادق، لكن احنا لازم نبقى اذكياء ونبقى نعمل حاجة اسمها بحث. اهم حاجة ان انت تبحث، يعني تدور على كل شيء وبالراحة كده هتوصل يعني. فانا ممكن افتح لك فقط مجالات البحث، اقول لك ازاي تبحث عن الروح، ازاي تثبت ان الروح موجود بعد الجسد، بعد ما يموت الجسد، وهكذا يعني. وان احنا بنستمر على قيد الحياة، وعلماء كتير بتشتغل، وعلم النفس، والناس النهاردة بتعمل جلسات مع اطباء نفسيين، وبيكتشفوا هم كانوا ايه في الحياة السابقة. في صديق لنا اسمه ادواردو بايز، وادواردو بايز ده وسيط قوي جدا، وتعرف على حيواته السابقة كذا حياة يعني. واحنا عندنا جروب للصلوات، ودايما كل يوم اثنين وكل يوم خميس بنجتمع مع بعض، وبتحصل دراسة وصلاة بالانترنت، لان احنا ما بنجتمعش حاليا علشان خاطر الفيروس ده. الحمد لله ايضا الفيروس ده بينتهي يعني، واحنا دلوقتي وصلنا فترة الصيف يعني الربيع وكده. النهاردة درجة الحرارة 31-33 درجة، فما بيعيش فيها يعني، الحمد لله. فإدواردو قال ان هو كان في سنة 1200 وحاجة كده، في أحد الريكارنيشن في الحيوات السابقة، هو كان راجل بيتحكم في العبيد، وكان بيشتري عبيد وبيبيع عبيد يعني، بيشتغل في النخاسة يعني. ماشي، وبيستعبد العبيد دول، بيضربهم وبمنتهى القرف يعني. لكنه عاد يمكن في سنة 1600 وشوية، وهو نفسه بقى عبد يعني، وعانى جدا جدا من العبودية، وكل اللي هو عمله في الماضي ابتدى تطلع عليه يعني، دفع اللي عليه يعني. وبعديها رجع في حياة تالتة مش فاكر انا اللي هو بيقولها، وبعدين حياته الحالية ان هو راجل بقى روحاني ووسيط يعني، وواهب كل حياته للروحانيات ولله سبحانه وتعالى، وهب كل حياته للدراسة ولتعليم الناس ولإفادة الناس بدون أي مقابل يعني. فإحنا بنتطور يعني، وكل ما نعمل أشياء شريرة إحنا بندفع تمنها يعني، مش غالي ولا حاجة، بندفع تمنها، بندفع اللي علينا يعني. ماشي، انا اشتريت الميكروفون وبويا وتمام اهو، لكن هحاول اجربه وقت تاني، لاني جربت دلوقتي ما جابش مستوى الصوت، فاعذروني الحلقه دي كمان.
احاول المره الجايه احسن الصوت، يمكن الميكروفون ده ينفع يعني. فنرجع لموضوع النهارده وهو تاثير الروح على الجسد. السؤال 367 من كتاب الارواح بيقول: بانضمامه الى الجسد هل يتماثل الروح مع الماده؟ يتماثل بانضمامه الى الجسد هل يتماثل الروح مع الماده؟ يعني الروح بيبقى زي الجسد والجسد يبقى زي الروح، يعني بيبقى في اندماج تام بحيث انك ما تعرفش مين هو الجسد ومين هو الروح. ايه رايكم؟ اجابه الارواح العليا بتقول: لا، تعدو الماده كونها غطاء للروح، كما اللباس يكون غطاء للجسد. الروح بالاتحاد مع الجسد يحفظ خاصيات الطبيعة الروحانية الروحية. طيب ايه معنى الكلام ده؟ في ناس بيقول لك الروح الجسد هو مجرد قميص، هو مجرد لبس يعني، فالانسان بيتخلى عن جسد والانسان بياخد جسد اخر يعني. هو ده، معلش اعذروني، قاعد جنب بلكونة وفي الأصوات دي بتحصل يعني. طيب اللي أنا كنت عايز أقوله الآتي، إن الماديين بيعتبروا إن الجسد مجرد مادة، إن إحنا كأشخاص مجرد مادة، والمادة إحنا تعرفنا عليها يعني. أنت لو تسأل أي عالم مثلا، وخاصة علوم الأحياء وكده، هيقول لك والله جسم الإنسان بيتكون 70% مية، ويتكون كذا كربون، وكم في المية أكسجين، وكم في المية هيدروجين، ويدي لك كل العناصر والأملاح ومش عارف إيه وكده، هو ده اللي بيكون الإنسان. قول له جميل جميل، طب اعمل لنا إنسان بقى، طالما أنت عارف المكونات، خد حط لك أكسجين على مية على هيدروجين على كربون وخليه يطلع إنسان. لو انت يعني هي دي المادة يعني، عرفت كل المكونات والنسب بتاعتها بالظبط، طب يا سيدي هندي لك احنا المواد، مش هنقول لك اخلق المواد ولا كده، المواد موجودة، خد المواد وخلطها مع بعض واخرج لنا بقى ايه، انسان او حيوان بكل الاشياء اللي هي فيه دي. طبعا ما تقوليش ان والله في اليابان اخترعوا كذا، او في الصين اخترعوا اللي هي الدومة دي، وتقول لها I love you، تقول لك بموت فيك، ده مجرد دومة عرايس بالسيليكون والحاجات دي، ودي ما لا تقارن بالانسان بتفكيره بكل ده. ومع ذلك بتلاقي العلماء بيحاولوا مثلا يعملوا اطفال انابيب وكده، كل ده بياخدوا حيوان منوي، بياخدوا بويضات وبيخلطوها مع بعض وهكذا. ولولا ان الله سبحانه وتعالى لو هو مش عايز مش هيخلي الموضوع ده يفلح يعني، مش هيخصص له روح، لكن العالم الارواح بيستفيد من كل ده وبيرسل روح بتاخد فرصتها في طفل الانابيب يعني. ماشي؟ ف هما ما بيخترعوش حاجة، بياخدوا المادة الحية. ومثلا زي الدكتور سيد الإبني ولا الأستاذ سيد الإبني بيقول إني اخترع كل حاجة خلاص، لقوا الحمض النووي في المعمل والبكتيريا حطوها، وبيلاقوها هي بتتطور، فانتهى الموضوع، احنا مجرد تطور مادي وانتهى يعني. المشكلة إن هما أخدوا كائن حي، بكتيريا، وكائن حي يعني في نوع من الروح يعني، خد بالك؟ ما بيجيبوش مادة صم مثلا، تراب أو حجر أو كده ويحولوه يعني. فمكابرة يعني، المفروض احنا، أنا بعتبر نفسي من العلماء برضو، بحب العلم يعني، من الناس هوية العلم يعني، وبصدق في العلم جدا، لكن مركبش دماغي بقى وأقول لك لا ده مادة. طب اللي بيحركنا ده، ولذلك واللي بيفرق بقى، ان انت بتموت يبقى ايه؟ ايه يعني ايه بيموت؟ ما هو الجسد موجود،
والعين موجودون والمخ موجود والقلب موجود، كل شيء موجود. ايه اللي بيفرق بقى ان هو ميت او حي؟ ها؟ اللي بيفرق الطاقة اللي انت بتقول عليها. طب لما الطاقة في المخ، طب يا سيدي المخ ما هو معاك اهو، ما هو موجود في الجثة، يعني المخ موجود، طب ليه ما مش حي؟ لان في شيء اسمه روح هو اللي بيحرك المادة دي، غير كده مش هتتحرك. فالنهاردة السؤال 367 بيسأل باندماج الروح للجسد، هل يتماثل الروح مع المادة؟ يعني هل يتعرف على المادة؟ هل يتحد معاها؟ هل يبقوا شيء واحد؟ هو عايز يوصل للحكاية دي، هل هما منفصلين أو مندمجين اندماج تام وما تعرفش واحد من التاني؟ فشوف الأرواح العليا بتقول لك لا تعدو المادة كونها غطاء للروح، المادة فقط غطاء للروح، المادة فقط ملابس للروح، لكن ليس ملابس عادية، يعني مش زي الملابس الهدوم اللي احنا لابسينها دي. دي شيء معقد جدا جدا، ما عندكش فكرة، ادرس جسد أي حيوان أو جسد الإنسان وانت تعرف مدى تعقيد الأجهزة، واخد بالك؟ والنظر والعقل والجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز الهضمي، مشاكل كبيره جدا عشان تكون انسان او كائن حي، اي كائن حي، حتى ميكرو اورجانيزم، حتى فيروس، اي حاجه لو تدخل جواه هتلاقي فيه مصانع، ماشي؟ الخليه الحيه، مجرد خليه حيه وحيده الخليه كده بتلاقيها مصانع جوه، مصانع. فلما تيجي تدرس علميا هتزيد اعجابك بالله سبحانه وتعالى. فيقول لك لا يعدو الماده الا كونها غطاء للروح. هل معنى ذلك ان جسدنا مجرد غطاء، مجرد قميص؟ لا، دي ماده صعب جدا تكوينها، واخد بالك؟ وبتتكون بنظام محترف، يعني احنا بنطبع من عالم الارواح، يعني النموذج اللي قدامك ده كان متصمم قبل ما يتولد، طبعا حسب الجينات بتاع الاب والام بيستعملوا الجينات وكده، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ويبتدي يتبنى الجسد الانساني متفصل مخصوص للروح دي، ماشي؟ متفصل مخصوص على المقاس، خد بالك انت هتبقى بهذا الوزن ولا هتبقى بالمشاكل الفلانية وكده، كل ده بتفاصل تفصيل. فهما بيقولوا كما أن اللباس يكون غطاء للجسد، الروح بالاتحاد مع الجسد يحفظ خاصيات الطبيعة الروحية. فالروح بيحتفظ بخاصياته، اللي لو كان عالم أيام زمان، لو كان راجل دارس، لو كان راجل متفتح، لو كان راجل أو ست طبعا غير متفتحة، إنسان بدائي، فكل ده الروح بيعكسه، يعني مش مجرد ان جسد، الجسد هو اللي بيتحكم، وهنشوف الكلام ده قدام يعني. فالسؤال 368، هل يمارس الروح مقدراته قدراته، يعني المفروض كان يقول قدراته، واخد بالك؟ بحرية تامة بعد انضمام الجسد، يعني الروح يجي من عالم الارواح. الراجل بقى كان البرت اينشتاين احنا بنقول عليه، واينشتاين يجي ينزل خلاص هيبقى اينشتاين، ممكن يتحكم في كل شيء والمعادلات وكل شيء. هل ممكن مجرد انضمام الجسد هل بيقدر يعني يمارس بكل حريته القدرات اللي عنده اللي اكتسبها قبل كده؟ في سؤال ده بيتكرر كتير، يعني يقول لي طب وايه الفايده، ما هنتولد من جديد والقدرات بتاعتنا هتنتهي وهرجع من جديد وهبقى انسان تاني وكده. لا يا عم الحاج، انت بتكمل يعني، لكن في حدود، واخد بالك؟ تتوقف ممارسه المقدرات على الاعضاء التي تقوم كاداه لها، ولكن هذه المقدرات تصير ضعيفه من جراء خشونه الماده. ازاي بقى تتوقف ممارسة المقدرات على الاعضاء التي تقوم كأداء لها؟ يعني تخيل المنظر،
واحد عنده كل المعلومات وطبيب او مهندس او 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 ويجي يتواجد في جسد المخ بتاعه فيه كسور متخلف عقليا، هيعمل ايه؟ المقدرات موجودة، القدرات بتاعته موجودة، لكن هتتعطل، هتتعطل مؤقتا، لان الاعضاء اللي هي اللي هو بيحتاجها دي، واحد رسام يتولد بدون ايدين، يعني يمكن احيانا بيرسم برجليه، واخد بالك؟ طب يتولد من ايدين ولا رجلين، هيرسم ازاي؟ ببقه. في ناس تعمل كده بجد، يعني اللي بيحاول يتغلب على الصعوبات دي وبتظهر المواهب بتاعته باي طريقه كانت، بس يمكن بيتحرم مؤقتا من الاعضاء دي كعقاب له، لانه استخدم المواهب دي بتاعته في الشر يعني، فابتدت ايه يتحرم من الاعضاء دي علشان تتكسر نفسه، يعني عشان يفهم، عشان يتعلم، يبقى عنده نوع من التواضع. ماشي. ولكن هذه المقدرات او هذه القدرات تصير ضعيفه من جراء خشونه الماده. طبعا هو مش هيقدر يمارس الهوايات بتاعته ولا كل القدرات اللي عنده طالما ان هو ايه الماده بتاعته خشنه بهذه الدرجه. يعني السؤال بقى 100، السؤال 368 حرف الف. بحسب ما تقولون فالغطاء المادي إذن هو عائق في تجلي قدرات الروح بطلاقة، مثلما الزجاج المعتم يعاكس مرور النور بطلاقة. حسب كلامكم بقى، فإن الجسد المادي دون بيعتبر عائق للروح، للقدرات بتاعته، زي ما يكون انت قاعد في مكان وفي زجاج معتم، فطبعا النور مش هيمر منه بسهولة. يعني عايز هما بيجابوا ويقولوا له اجل ومعتم جدا، يعني زجاج معتم ومعتم جدا، فده هو السجن اللي بيتسجن فيه الجسد. يجوز تشبيه تأثير المادة الجسدية على الروح بتأثير الماء المتوحل الذي يعوق الجسد الغائص فيه عن التحرك بطلاقة. ماشي. يجوز تشبيه تأثير المادة الجسدية على الروح بتأثير الماء المتوحل الذي يعوق الجسد الغائص فيه عن التحرك بطلاقة، زي ما انت مثلا بتقدر تمشي وتجري وكل شيء، لكن تخيل منظر انت دخلت في بركة مية مليانة طمي، فهتلاقي نفسك معوق، مش قادر تمشي، مش قادر تجري، لانك بقيت موحول يعني في الوحل يعني، فمش هتقدر تمشي. فهكذا برضو الروح بيبقى عنده قدرات، لكن اللي ممكن الجسد يعوقه، يعني ممكن الجسد بيحد من القدرات دي والاعضاء بتاعته بتحد من هذه القدرات. السؤال 369، هل يتوقف على تطور الاعضاء ممارسة مقدرات الروح ممارسة حرة؟ هل يتوقف على تطور الاعضاء ممارسة مقدرات الروح ممارسة حرة؟ بمعنى ان لو الروح تقدر تمارس الحاجات بتاعتها دي، هل ده يخلي الاعضاء تتطور مثلا؟ العكس يعني، هل الروح تخلي المادة تتطور تخضعها الاجابة الاعضاء هي الادوات التي تظهر قدرات الروح. الاعضاء هي الادوات التي تظهر قدرات الروح. يتوقف على الظهور على تطور هذه الاعضاء، يعني علشان تظهر قدرات الروح يتوقف على تطور الاعضاء. لو واحد مثلا بدون صوابع ايدين ازاي هيعزف مثلا لو عنده موهبه عزف البيانو؟ ماشي. او صوابعه قصيره جدا، او عنده اتنين صابعين مبتورين، او اي مشاكل يعني، واخد بالك؟
فتلاقي الأعضاء دي لو هي مش متطورة الإنسان بيبقى سجين، ما يقدرش يظهر المواهب بتاعته. وعلى درجة إحكامها وإتقانها، إحكام القدرات وإتقانها، يعني ممكن يحاول يعملها لكن الأعضاء ما تجعلوش يعني ينفذ اللي هو عايزه يعني. كما يتوقف العمل الجيد على استعمال آلة حسنة. كما يتوقف العمل الجيد على استعمال آلة حسنة. لا يمكن أنت هتجيب واحد موسيقي، واخد بالك، راجل بيعرف يعزف، وبعدين بتجيب له مكنة، بتجيب له أورج أو تجيب له عود أو تجيب له أي حاجة أو آلة موسيقية مكسورة فيها مشاكل، هيعزف إيه؟ مش هيقدر يعزف حاجة، ماشي؟ لأن كل القدرات عنده هو، ماشي، كموسيقي يعني. لو جات له آلة كويسة هيعزف بطلاقة يعني. السؤال 370: أيصح أن نستنتج من تأثير الأعضاء علاقة بين تطور أعضاء الذهن وتطور القدرات الخلقية والعقلية؟ شوف السؤال، أيصح أن نستنتج من تأثير الأعضاء، لأن الأعضاء بتؤثر على بتؤثر على إظهار مواهب الروح وإظهار قدرات الروح. هتظهر القدرات لما تكون الأعضاء ممتازة يعني. أيصح أن نستنتج من تأثير الأعضاء علاقة بين تطور أعضاء الذهن وتطور القدرات الخلقية والعقلية؟ إيه يا عم الحاج، إيه؟ خد بالك، لا تخلط بين المؤثر والمؤثر فيه. يحفظ الروح دائما المقدرات أو القدرات التي هي من خاصياته، يحتفظ بها الروح، ولكن ليست الأعضاء هي التي تعطي القدرات، مش العضو اللي هيدي القدرة، الروح هي اللي هتدي القدرة. الجسد هو آلة، ماشي، وإحنا العازف، خد بالك، لو الآلة مكسورة مش هنقدر نعزف ببساطة كده، وإنما المقدرات أو القدرات هي التي تدفع إلى تطور الأعضاء، ماشي. يعني مثلا واحد موسيقي ماهر جدا ويبتدي يتطور العزف بتاعه، يعزف يعزف يعزف، فالأعضاء اللي هو بيستعملها صوابع ايديه وهكذا هتبتدي تتطور يعني، ماشي، مش العكس يعني. اخر سؤال اعتقد، ايوه اخر سؤال. السؤال 370 حرف الف: بحسب ما تقولون يتوقف تنوع المؤهلات بين الناس اذن على حالة الروح فقط، زي اللي انت بتقول عليه بقى دلوقتي، ده السؤال كارداك بيقول للملائكة دول: يتوقف تنوع المؤهلات بين الناس إذن على حالة الروح فقط، يعني الروح هي اللي بتورينا الناس دي بتتعامل ازاي، يعني بيتوقف على الروح مش بيتوقف على الجسد. بيقولوا له فقط ليس هو التعبير الصحيح بالظبط، فالمبدأ الصحيح هو صفات الروح، فإن الروح قد يكون متقدما قليلا أو كثيرا، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار تأثير المادة التي تعوق نسبيا ممارسة مقدراته أو قدراته يعني. فقط ليس هو التعبير الصحيح بالضبط، فالمبدأ الصحيح هو صفات الروح، فإن الروح قد يكون متقدما قليلا أو كثيرا، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار تأثير المادة التي تعوق نسبيا ممارسة مقدرات. فالروح هو ممكن يكون متقدم، ممكن يكون متأخر، عنده قدراته، عنده خبرات سابقة، عنده كل شيء، لما يجي يمارسها بقى بيعتمد على الجسد، والجسد ممكن يعوقه يعني، ممكن مش يفقد قدرته، يعوق القدرة بتاعته، مش هيقدر ينفذها يعني. مثلا نرجع مثلا نقول واحد رسام موهوب واتولد اعمى، طب هيعمل ايه مثلا، ماشي، فبيتعوق يعني، ماشي. كارداك بقى بيشرح، هنقرا الشرح بتاعه علشان نفهم نقفل الموضوع يعني. عندما يتجسد الروح يجلب معه بعض النزعات، فاذا افترضنا ان لكل نزعه عضو خصوصي لها في المخ،
إذن يكون تطور هذه الأعضاء نتيجة النزعة وليس باعثها. إذا كان مصدر القدرات موجود في الأعضاء لكن الإنسان آلة دون لكان الإنسان آلة دون حرية. لو كان مصدر القدرات هو الأعضاء، يعني مثلا لو كان مصدر الرسم إيدك، فإيدك تطلع وترسم لوحدها بدون إرادتك، يعني أنت مش عايز ترسم لكن العضو يخرج لو هو المصدر يعني. لكن الدليل أيضا أن العضو مش هو المصدر، يعني يكون الإنسان عنده القدرة على الرسم بس مش عايز يرسم، مش هيرسم ماشي. لو كانت مش هو بيقول بقى، إذا كان مصدر مقدرات في الأعضاء موجود في الأعضاء يبقى الإنسان آلة دون حرية ودون مسؤولية عن أعماله، لأنه الأعضاء هي اللي هتعمل الحاجة وما عندوش مسؤولية، ما عندوش كنترول. ولكن علينا أن نسلم أن أكبر النوابغ والعلماء والشعراء والفنانين هم نوابغ لا لسبب آخر سوى الصدفة التي منحتهم أعضاء خصوصية ممتازة. علشان النوابغ دول، نوابغ وشعراء وعلماء وفنانين، علشان هم يمارسوا القدرات بتاعتهم دي لازم تكون عندهم أعضاء ممتازة فيقدروا يظهروا كل المواهب يعني. وهكذا نستنتج بأن لو لم يكن لهم هذه الأعضاء لما كانوا نوابغ؟ لو هم ممكنش عندهم الأعضاء الممتازة دي، يعني واحد يتولد بمرض معين في المخ ازاي هيبقى نابغة؟ مش هيقدر. العضو فاسد ماشي، بالرغم ان هو نابغة، ان هو راجل عالم كبير لكن مش هيقدر يبين الموهبة دي. وان اكبر الحمقاء لو كان مزودا ببعض اعضاء ممتازة لصار من اكبر العلماء او الادباء او الفنانين. يعني تخيل بقى الناس الغبية دي علشان بقى يكون عنده كل الأعضاء موجودة كان زمانه بقى فنان، لا يمكن، لأنه هو الروح بتاعته لسه أحمق، لسه جاهل، واخد بالك، ما عندوش قدرات. لما يجي يتولد ممكن يكون عنده جسم كل شيء بيرفكت، المخ، العقل، العينين، الرجلين، عنده كل شيء، لكن تعمله إيه؟ بتقول الله في برسيمه يعني. مش الجسد هو اللي هيعمل، الروح هي اللي هتعمل. وده اللي انا عايزك تفهمه النهارده، الفرق بين الروح والجسد يعني. لو كان مزودا ببعض اعضاء ممتازه لصار من اكبر العلماء والادباء او الفنانين، لا يمكن تنافي هذه النظريه العقل بمقدار اكبر اذا طبقت على الصفات الاخلاقيه. لما تيجي بقى الاخلاق يعني، فبموجب هذه الفكرة فإن واحد كالقديس منصور دي بول، مش اسمه منصور، ملاك الرحمة والمحبة والتضحية للمنبوذين، أحد القديسين يتعامل مع المنبوذين وكده بالمحبة والتضحية وكده، إذا وهبته الطبيعة عضوا رديئا من ذلك النوع لأصبح مجرما أثيما. هل تفتكر إن هو لو جاله عضو غلط هل هيبقى مجرم بدل ما يبقى صالح؟ لا يمكن، لانه هو اخلاقه كده، هو ممتاز. حتى لو فقد كل الاعضاء هتلاقيه ممتاز برضه. ان وهبته الطبيعه عضوا رديئا من ذلك ان الروح اصبح مجرما اثيما، لا يمكن. كما ان افجر المجرمين لا يحتاج الى عضو حسن ليصبح ملاك الرحمه والمحبه والتضحيه. يعني المجرم مش محتاج عضو معين يتطور او جزء في المخ يتطور عشان يصبح راجل جميل وملاك محبه ورحمه ويساعد الفقراء والكلام ده. ده هو كده طبيعته، كده طبيعته زفت يعني، واخد بالك. فلا يمكن، ممكن يكون عنده كل الاجهزه وكل الكمال اللي في الجسد لكن ما مش هيقدر يعمل حاجه يعني. مش هيقدر يتحول من مجرم الى راجل طيب في 10 دقائق يعني. كما أن أفكار المجرمين لا يحتاج إلى عضو حسن ليصبح ملاك الرحمة والمحبة والتضحية. ولكن إذا سلمنا بالعكس بأن الأعضاء الخصوصية إذا صح إنها موجودة هي نتيجة
وليس باعثة، وإنها تنمى بممارسة المقدرة كما تنمو العضلات بتحريكها. الواحد يعمل كمال أجسام كده بالأعضاء بتاعته، العضلات بتبقى قوية يعني نتيجة التحريك دي. فنصل إذن إلى شيء معقول لنأخذ مقارنة دراجة كي نصل إلى الحقيقة. فأنتم تتعرفون على الإنسان الذي يدمن الخمر. من بعض العلامات الفراسية، فهذه العلامات هي التي تجعله سكيرا، أم سيطرة السكر عليه هي التي تطبع على وجه تلك العلامات. لذلك يجوز القول أن الأعضاء تنطبع بطابع القدرات. خد بالك، بيقول لك اللي بيدخن مثلا البايب ده تلاقي بقه معوج يعني من كتر التدخين تلاقي بقه اتعوج لوحده كده ماشي. او مثلا الناس اللي بالسكرين تلاقي شكله عربيد كده لوحده. المره الجايه هندرس عن البلاهه والجنون، لكن الخلاصه النهارده الكتاب الارواح بيقول لنا ان الروح روح والجسد جسد. الجسد شيء معقد جدا جدا، بيتم انتاجه عن طريق عالم الارواح، طبعا بامر الله سبحانه وتعالى بيتعمل النموذج، وانت بتتولد من الاب والام لكن بتتعين ليك روح، والروح ديت بتيجي بقدرات معينة، بتيجي بالافكار اللي انت درستها في الحيوات السابقة، سواء فن، سواء درست فلسفة، سواء درست ادب، سواء درست دين معين وهكذا. فانت بتيجي بتلاقي نفسك القدرات دي موجودة. ممكن الجسد يعوقك يعني، خد بالك، ممكن تكون انت سباح ماهر جدا جدا وبتكسب كل كاسات العالم، وتيجي تتولد في الحياة اللي جاية بدون درعين او بدرع ورجل واحد وهكذا. فانت مش هتقدر تظهر موهبة السباحة الا مع المعوقين اللي زيك، لكن مش هتقدر تمارس الهواية بتاعتك، القدرات بتاعتك الحقيقية كروح، لان الجسد بيعوقك، الجسد سجن بالنسبة لنا. ولذلك تلاقينا احنا بنتعاقب يعني، ده بالنسبة لنا عقاب. لما انت بتيجي هنا بتسيء استخدام الادوات اللي ربنا ادهالك دي، سواء العينين، الايدين، الرجلين، الاشياء دي كلها، وانت بتسيء استخدامها، واخد بالك، بتسيء استخدام العضو التناسلي وهكذا، بتبتدي تفتري وتعمل حاجات، فبتتولد معوق بفقد الاعضاء دي علشان تقدر تشعر باللي انت سببته للناس يعني ماشي. ما هوش يعني عقاب اكتر ما انه لازم تتعلم، لازم يعني تحس علشان تفهم يعني ماشي. كانت هنا في ناس مثلا بتخلي ابنها مثلا عمل حاجة تقول له روح اقعد على بركبك على الدورة يحطوا له الدورة، الدورة ده بيوجع جدا في الركب يعني، زي نوع من التذنيب يعني ماشي. لازم الانسان يشعر علشان المرة الجاية ما يعملهاش يعني، هو ده الهدف يعني. اتمنى تكون فهمتوا الحلقة دي، حلقة يمكن صعبة شوية، اللي هي علاقة الروح بالجسد والجسد جسد والروح روح يعني. الروح هي اللي بتسيطر، والروح هي اللي بتدي الأوامر، والروح هي اللي بتقرر، والروح هي اللي عندها المواهب اللي محتفظة بيها من حيوات سابقة، لكن محتاجة جسد سليم علشان تقدر تعبر عن قدراتها. شكرا جزيلا وسلام.